اي حكومه كانت هتيجي الفتره دي كانت ماسحه فتره الاستقلال. بس عشان نبقى واضحين، احنا في مرحله تخبط، محدش عارف اي حاجه، ما عارف اي حاجه. كل الناس يعني ايه، لما اجي النهارده اتكلم في زياده اجور، تخفيض اسعار، كل ما اتكلم في الحاجات دي وانا ما عنديش انتاج، ابقى انا راجل مش مدرك لابعاد الحكايه اللي فيها مصنع. حكومة البلاوي أنجزت ما أنجزت، ولم تنجز ما لم تنجز، وخدت فترتها ومشت. وأنا أعتقد إن هو إيه، انسحاب تكتيكي زي ما بيقولوا في علوم العسكرية وعلوم السياسة، هو انسحاب تكتيكي عشان ما يبقاش في وزير لوحده استقال. فهي الحكومة كلها تمشي ونضع نغير الوزراء اللي احنا علشان السيسي يعني وترشحه للرئاسة تقصد حضرتك ولا لا؟ الله اعلم. تقصد انهي وزير؟ طيب اي وزير، اي وزير عايز يمشي. يمكن وزير، في ناس فعلا فسرتها انه علشان وزارة الدفاع، يمكن وزارة الداخلية، محدش. طب متفائل بعد حكومة الببلاوي؟ انا ان شاء الله هبقى متفائل اكتر بعد تولي السيسي رسمي. حكومة الببلاوي قبل ما تستقيل استقالت عشان مش قادرة تقوم بعملها. طيب احنا كشعب قمنا بعملنا قبل ان نتحدث عن الحكومة، نتحدث عن الحكومة. انا شايف حالة من الكساد الغريب في البلد، حالة من الاستسلام. عمر ما كان المصري مستسلم، عمر ما كان المصري بينام، عمر ما كان المصري بيسلم حاله ويقول لك انا خلاص انا هطلع مظاهرة النهارده عشان اخويا. تمام، الاعتصام والاضرابات حق لكل مواطن وصول هدفه، لكن فين الشغل؟ فين العمل؟ قبل ما نتكلم على البلاوي، قبل ما نتكلم على محلب، او لما نتكلم على اي حد في الدنيا ممكن يمسك الوزاره، لازم نشتغل، لازم نشتغل، لازم نشتغل، لازم يبقى في اللي هي بتشتغل في ظروف غير عاديه وغير انسانيه. فانا مشفق على هذه الحكومه اللي احنا بنشتغل في جو غير عادي، في مشاكل كتير. فانا شايف ان الست كانت بتضحي. شايفوا ازاي واحنا لسه ما فيش رئيس جمهوريه؟ يعني ما اختلفتش كتير الفتره الجايه يعني كام شهر؟ انا متفائل، متفائل بدون ما ادخل في لا، انا متفائل ان شاء الله البلد دي هتعدي من كل الازمات. حضرتك مع ترشح الفريق عبد الفتاح او مشير عبد الفتاح سيسي للرئاسه ام لو في برنامج انتخابي قوي؟ ما تفهمش، لانها لعبه. انا ما بعرفش الحاجات السياسيه كتير، ودايما بيبقى في سيناريو خلفي للسيناريو الظاهر اللي بيظهر لنا على الساحه. دايما بيبقى في سيناريوهات خلفيه انا ما عنديش خلفيه بيها، فما بحبش احكم على الشيء من ظاهره. بس حكومه البدلاني تحديدا كان ناس حتى البسيطه جدا. بصي، انا الكلمه الوحيده الصحيحه اللي اتقالت النهارده انه برغم استقاله الحكومه، ان مسؤوليه ان احنا ننمو بلدنا هي مش مسؤوليه حكومه بس، هي مسؤوليه حكومه وشعب. فما نحملش كل حاجه على الحكومه واحنا نشيل ايدينا، احنا كلنا مع بعض عايشين في بلد واحده، الحكومه والشعب لازم يبقوا ايد واحده. فما ينفعش نحمل حد اخطائنا، يعني اللي بيمشي اتجاه غلط واللي بيمشي الاشاره حمراء ده مش مسؤوليه الحكومه، دي اخلاقنا احنا، دي تربيتنا احنا، دي اصولنا احنا. فاحنا لازم احنا نفسنا كمان مع الحكومه لازم نساعد. فدي اكتر كلمه اتقالت صحيحه النهارده، ان مش الحكومه لوحدها تقدر تشيل غلطات ونجاحات البلد، احنا لازم كلنا، احنا شعب واحد لازم كلنا نشيل. هل انت مع ترشح الفريق عبد المشير؟ ما تتكلمش في السياسه زي ما قلت لك، انا حماره جدا في السياسه، ما تساليش في اي حاجه في السياسه. بس عامه حتى لما يترشح او انت يعني عشان تنتخبي اكيد لما الفريق الاول عبد الفتاح السيسي المشير، سوري، اكيد لما المشير هيترشح دلوقتي اكيد كلنا هنديله صوتنا طبعا، بس هو بس يترشح. انا بشكرك جدا يا رانيا، واهلا بيكي، نورتينا في اخبار اليوم.